نجم النجوم وكابتن الفريق، ويعني نقول ايه بقى، نقول الرمان تلميذان، نقول كل قول زي ما انت عايز تقول. معانا عبد الله عبد السلام، اهلا بيك يا كابتن. ربنا يخليك يا كابتن هيثم، اهلا وسهلا بحضرتك يا حبيبي. الف مليون مبروك، والحقيقه يعني بنهنيك على الاداء، وبنهنيك على الروح، وبنهنيك على الفوز، مش عارفين نهنيك على ايه ولا ايه. الف مليون مبروك. ربنا يخليك يا كابتن هيثم، مبروك علينا كلنا، ببارك للجهاز الفني المحترم، ببارك للعيبه الرجاله، موسم صعب جدا، ببارك جميع النادي الاهلي، ببارك لمجلس الاداره على الدعم الجامد جدا اللي هم قدموه للفرقه السنه دي. طب عبد الله، يمكن في بعض الجماهير كتبت على صفحتنا يعني بيسالوك انت بالاخص بعض الاسئله، يمكن بيسالوك يقول لك ايه اللي حصل، يعني هل انتوا خفتوا بعد ماتش طلائع الجيش ان ممكن نخسر الدوري ولا لا؟ لا طبعا، يعني الحمد لله رب العالمين، فرقتنا فرقه كبيره. حصل اخفاق، بس احنا طبعا زي ما حضرتك عارف وزي جميع النادي عارفه، احنا فرقتنا ما بتبصش على البطوله، ما بتبصش على ماتش مكسب او خساره. حصل خلاص اخفاق، طبعا ده بيرجع لموسم طويل، عدم انتظام المسابقه. اخر شهر انت لاعب ماتش، اخر ماتش لعبه في رمضان، ثالث يوم رمضان قاعد لحد دلوقتي بتتمرن. فطبعا يعني طبعا كابتن حسن راجل مؤدي الاحمال، الله يكون في عونه. طبعا احنا كنا بنقعد نهزر معاه، طبعا دلوقتي انا بالحمل، دلوقتي هننزل، دلوقتي هنعمل ايه. طبعا كان الحمل البدني للفرقه طبعا عمال يطلع وينزل، فطبعا كان الله يكون في عون الجهاز الفني ودكتور حسن راجل مؤدي الاحمال الفريق، فطبعا كان الموضوع صعب شويه. فالخساره طبعا جت لعدم التزام المسابقه، لو المسابقه كانت مستقره وماشيه بشكل سليم يعني الحمد لله رب العالمين، ما كانش حد يقدر يقف قدام فرقتنا وكنا هنكسب الدوري بشكل احسن من كده. فالحمد لله رب العالمين، يعني شاءت الظروف اللي هي تحط الفرقه صورة ماتش الجيش، والجمهور يستمتع بالفوز الجميل دوت في ماتش الزمالك. فشايف ان الجماهير ورد فعلهم طعم الفوز جميل جدا بالنسبه لهم، اللي هو جيب بالطريقه ديت. طبعا احنا كنا نتمنى يجي بارتاحيه اكثر بدون اي خساره في الدوري كله. فالحمد لله رب العالمين على كل شيء، يعني في النهايه كانت بالشكل دوت، وجمهورنا بدل فرح ولعبتنا فرحانه، فالحمد لله رب العالمين على كل شيء. طب عبد الله، يمكن احنا شفنا لقطه في الماتش كده برضو، انا عايزك تكلمني عنها، وانت بتشاور للعيبه ان هي تهدى، وبتشاور لهم على عقلهم كده، على دماغك يعني، اهدوا وركزوا، ما تخرجوش بره التركيز. انت كنت حاسس بحاجه في الملعب، كنت حاسس ان احنا شويه بنخرج عن تركيزنا، فانت حاولت ترد اللعيبه ككابتن الفريق وطبعا صانع العابه والليدر في الملعب، فكنت عايز ترجع اللعيبه تاني لتركيزها. كلمني عن اللحظات دي في المباراه دي بالاخص. مظبوط مع حضرتك، يعني هو طبعا بعد الشوط الاولاني طبعا خلاص بيدخل على الشوط الثاني، بعديه بيفكر في الشوط الثالث. في الشوط الثاني يعني في غلطات كثيره ابتدينا احنا مسترعين على المكسب. فاول ما دخلنا بعد ال 15 كنا فارقين 16 13، كنا فارقين 3 بونت. ابتدت الغلطات تكتر عندنا، ابتدينا الناس مستعجله، ابتدينا نغلط في الاستقبال، ابتدينا نغلط في الارسال. طبعا ده من الاستعجال. فطبعا يعني انا كنت شايف هون اللعيبه طبعا من كتر التركيز ومن كتر الناس عايز تكسب وتأدي بطريقه كويسه، طبعا فمفيش غلطات عايز تحصل. طبعا انا شايف في عينيهم حماس زياده جدا، فطبعا ده جه الوقت بقى لازم انا اكلمهم فيهم واديهم. انا قلت لهم واحده واحده بالعقل، المكسب كده كده جاي ان شاء الله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. يعني انت كان عندك ثقه؟ كان عندك ثقه ان شاء الله ان احنا حتى لو المباراه مرت بوقت صعب هنكسب، انت حاسس بكده في الملعب؟ ان شاء الله رب العالمين باذن الله طبعا. يعني طب فرقتنا واستعدادنا للماتش، يعني رايحين على المكسب باذن الله. طب يعني عبد الله، طب انت يعني شايف بطوله الكاس ان شاء الله ازاي، خاصه ان احنا يعني هيبقى عندنا، انتم بكره داخلين تمرين تاني وهتبتدوا ترجعوا لتركيزكم تاني، بطوله الكاس شايفها ازاي؟ طبعا بطوله الكاس طبعا. بص معلش عبد الله انا بقطعك، يعني انا بعرض وانت بتكلمني لقطه وانت بتكلم الفرقه وبتقول لهم اهدوا، بتشاور لهم احنا اكتر من احنا جايبين، وانت بتكلمنا اللقطات اللي انت فيها بتوجه فرقتك انها تهدى وتركز وتخش في الملعب. فيعني احنا عرضنا ده دلوقتي وانت بتكلمنا، معلش يا كابتن كلمنا عن الكاس بقى، انت كان رايك ايه فيك، يعني هنعمل ايه، هنركز ازاي؟ طبعا مسابقه الكاس طبعا خلاص احنا قفلنا صفحه الدوري، طبعا اللي جاي بيبقى اصعب طبعا، خلاص بدايه موسم بيبقى الاجهاد بيبقى كتير على الفرقه، بيبقى لو في اصابات طبعا اللعيبه بتتحمل عليه عشان تلعب الموسم بشكل كويس. اكيد طبعا مسابقه الكاس صعبه مش سهله، بس ان شاء الله رب العالمين ضاعت جماهيرنا
والجهاز الفني اكيد ان شاء الله رب العالمين الفتره الجايه نقضي بشكل احسن من الناس شايفته في الدوري. يعني حتى لو في ناس راضيه عن الفاينل اللي احنا حصل اول امبارح، لا ان شاء الله رب العالمين نهائي الكاس ان شاء الله والادوار الجايه ان شاء الله رب العالمين شكل الفرقه يبقى احسن من كده، هيبقى ان شاء الله رب العالمين مكسب كمان، هيبقى فيه ارتاحيه باذن رب العالمين طبعا كلنا مع بعضنا طبعا بالجهاز الفني واللعيبه ان شاء الله رب العالمين، وان شاء الله الكاس ان شاء الله يبقى بالنصيب باذن الله. باذن الله طبعا وكلنا ثقه فيكم يا عبد الله. عبد الله عبد السلام نجم مصر ونادي الاهلي في كره الطائره وكابتن الفريق والماستر، وبشكرك شكرا جزيلا ليك.